مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج اخبارنا، واللي بنتابع فيه اهم اخبار نادينا الزمالك والاخبار المحليه وكمان الاخبار العالميه. ولكن زي عادتنا كل يوم بنبدا حلقتنا بعناوين الحلقه. الزمالك وسيراميكا، الفارس الابيض يستعد. فيريرا قاهر الصعاب. شباب الزمالك مستقبل مطمئن. دكتور محمود عفيفي في ضيافة أخبارنا. وزي كل يوم عندنا موضوع الحلقة، والنهاردة عاوزين نعرف منكم ايه رأيكم في إدارة مستر فريرة لمباريات الزمالك بالفترة الأخيرة. طبعا ابعتوا لنا كل آرائكم وإجاباتكم على حسابات قناة الزمالك في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. يا اهلا بحضراتكم مره ثانيه. النهارده عندنا مواضيع كتير جدا عايزين نتكلم عليها. اول حاجه هي ان فريقنا رجع النهارده للتدريبات مره ثانيه بعد يوم راحه. طبعا حضراتكم عارفين ان فريقنا بيستعد لمواجهه سيراميكا كيلوباترا يوم الثلاث اللي جاي. ولكن قبل ما نروح بقى للمرحله اللي جايه، عايزين نتكلم عن المرحله اللي احنا عشناها في الايام اللي فاتت وقد ايه هي فعلا كانت فتره صعبه. عايزه مع بعض كده نراجع المشهد خلال الايام اللي فاتت. احنا رجعنا لو تفتكروا من التوقف الدولي على مباراتين مهمين جدا. اول حاجه مباراه القمه، بعد كده على طول عندك مواجهه البنك الاهلي، مباراتين في اقل من 72 ساعه. بحساباتك كده تيجي تحسبها تقول ايه، طب انا عندي غيابات كتيره جدا داخل الفريق، وتقريبا كده انا عندي غيابات في كل الخطوط، فانا ازاي ممكن اواجه الفتره اللي جايه؟ تخيل مباراه القمه وانت في مركز الظهير الايمن غايب عنك اتنين، حازم امام وكمان حمزه المسلوسي. يعني انت عندك مركز مهم لا موجود الاساسي ولا حتى عندك البديل. نيجي كمان ان الغياب التاني برضو اللي كان عندك فتوح هو افضل ظهير ايسر في مصر، غاب عنك كمان محمود علاء المدافع الدولي، غاب عنك كمان في مباراة القمة سيف الدين الجزيري. برغم بقى من كل ده تلاقي بقى ان الحمد لله، رغم ان محدش فينا طبعا ينكر ان احنا وقتها كنا قلقانين وحاطين ايدينا على قلبنا، ولكن الحمد لله وقتها ما كناش متخيلين ان فريقنا بجد قدر وقتها ان هو يقدم مباراه ولا اروع، خاصه في الشوط الثاني احنا كنا مستحوذين بنسبه كبيره جدا. زي ما قلت لكم مش هننكر برضو ان احنا كنا قلقانين ان فكره ان فريرة فجاه يقرر ان هو يعتمد على الشباب، واحنا بجد ما كناش قلقانين طبعا يعني تقديرا منهم، ولكن خوف عليهم. المباريات الكبيره دي بتبقى صعبه شويه، بيبقى ليها رهبتها، وكنا خايفين ان هم يتحطوا تحت هذا الضغط الرهيب. ولكن عكس المتوقع، شباب الزمالك كانوا في الميعاد، قدموا مباراه رائعه، اداء ولا اعظم داخل الملعب. جمهور الزمالك كان سعيد جدا جدا بهذا الاداء وكان فخور بيهم جدا، وده مش غريب، ده مش غريب علينا، ده اللي احنا دايما متعودين عليه داخل نادي الزمالك. احنا طول عمرنا بنعرف نلعب بطريقة الفن والهندسة، حتى مع الغياب حتى مع غياب الكبار، حتى مع غياب الاساسيين، ولكن البدلاء كان معاهم الشباب، كانوا عند حسن ظن الجماهير بيهم. لو تفتكروا كمان وقتها سيد نيمار لعب في مركز غير مركزه، كان معاه سيف جعفر، يوسف أسامة نبيه، حسام عبد المجيد، محمد طارق، لاعبين صاعدين وعادين، محدش فينا أبدا أبدا يقدر يختلف على مهارتهم. خلينا كمان نتفق إن الدفع بعدد كبير من الشباب في مباريات صعبة مغامرة كبيرة جدا جدا، ولكن تحسب طبعا لفريرة. والعظيم كمان في الموضوع ده ان انت كنت ممكن تدفع بيهم وتحس مثلا ان هم ممكن يقصروا شويه. انا ما حسيتش باي تاثير في الاداء بصراحه. هم ما اكتفوش ان هم ينزلوا الملعب ان هم بس يسدوا فراغ. بالمناسبه
اي حد مكانهم لو كان نزل كان هيقول لك ايه، انا هعمل المطلوب مني، والله المطلوب مني ايه، مطلوب منك 1 2 3 لو هتلعب في المباراة دي. فانا عشان اسلم من الانتقاد واسلم من اي حاجة بتحصل حواليا فانا هنفذ 1 2 3. لكن هم بجد لما تم الدفع بيهم، لا كان ليهم بصمة، كان ليهم بصمة وبصمة مميزة. وبرضو نفس الكلام في مباراة البنك الاهلي، بدليل طبعا الهدف اللي صنعه يوسف اسامة نبيه، حقيقي عمل مجهود كبير جدا علشان يقول للناس انا مشروع لاعب كبير، انا مش جاي سد خانه، لا انا مشروع لاعب كبير وهتعتمدوا عليا الفتره الجايه، واحنا مش خايفين ولا نهاب المباريات الكبيره، احنا قد الثقه. بمناسبه بقى الكلام عن شباب الزمالك ده، يخلينا نروح للكلام الكتير عن صفقات الموسم الجديد. عايز اقول لجماهير الزمالك اول حاجه اطمئنوا، مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور والمشرف العام على الكرة داخل الفريق أمير مرتضى منصور عاملين مجهود غير طبيعي، مجهود جبار، وفي صفقات فعلا قوية جدا وصفقات من العيار التقيل في موسم الانتقالات اللي جاي إن شاء الله. ولكن الجمهور ركز في دورك الفترة الجاية، الفريق بدأ هو يعمل اللي عليه، رجع لك الأمل تاني، كل المطلوب منك هو أنك أنت تدعم فريقك. احنا دلوقتي بننافس على 3 ألقاب، اول حاجه بتنافس على الدوري، تاني حاجه كاس مصر نسخه الموسم اللي فات، تالت حاجه كاس مصر نسخه الموسم الحالي. كل اللي علينا هو ان احنا نشجع، ندعم اللعيبه الموجودين حاليا، نقفل كلنا نقفل الكلام تماما عن الصفقات الجديده. انت عندك مجلس اداره، عندنا ثقة كبيرة فيهم جدا ان هم هيجيبوا فعلا اقوى الصفقات في كل المراكز اللي الزمالك محتاج بالفعل ان هو يدعمها. فانت كجمهور بلاش تضغط عليهم وتفضل تسأل طب هو مين اللي جاي، طب احنا نتمنى، طب احنا مش عارفة ايه. ليه بقولك خلي ده نأجله كمان شوية، يعني ده عشان اسباب كتيرة جدا. احنا مش عاوزين يحصل تشتيت للاعبي الفريق او داخل الفريق، يحصل تشتيت لاي لعيب، خاصة مثلا لو مثلا ممكن الزمالك يضم لاعب في نفس مركز مثلا لعيب، فممكن ده يشتته شوية. السرية التامة مهمة جدا علشان تتم الصفقات دي في هدوء، وهو ده اللي المفروض يحصل علشان ما يحصلش مغالاة من الأندية اللي انت هتضم منها اللاعب، فتعرف ان في كلام عن اللاعب فتبتدي ان هي يحصل مغالاة. من الأحسن ان احنا نفضل ساكتين تماما، نقفل الملف تماما لحد ما يحصل فعلا كلام رسمي، ولسه اصلا بدري شوية. طيب نيجي بقى للبروف مستر فريرا، بجد الراجل ده بروفيسور حقيقي. فريرا مدرب من العيار التقيل، الراجل ده بيشتغل في هدوء، بيسعى ان هو بجد يحقق نجاح، يصنع فارق داخل نادي الزمالك. تعرض بصراحة لموقف صعب جدا بعد التوقف الدولي، ان هو لقى نفسه عنده مباراتين وضغط مباريات وعنده غيابات كتيرة جدا، عنده لعيبة دوليين مجهدة، بقى مجبر ان هو يدفع ببدلاء ومعاهم كمان الشباب. اي مدرب غيره كان ممكن يتهز، كان ممكن يتوتر، بس فريرا لا، بجد ما تهزش منه شعرة، بالعكس هو ركز جدا، اشتغل باللي معاه، وهو ده اي مدرب ناجح، اي مدرب ذكي جدا بيعرف يتعامل مع هذه المواقف. نجح في مباراتين، اول مباراة ان هو يحول تأخيرك انك انت كنت متأخر في المباراة، لا انت بقيت في نص المباراة، لا انت متقدم. المنافس صحيح عاد في النتيجة وانتهت بالتعادل، لكنك انت الزمالك كان اقرب للفوز. في مباراة البنك الاهلي الحمد لله قدرنا ان احنا نحقق الفوز ونحصد الـ3 نقاط، وبقيت انت الحمد لله محافظ على صدارتك في ترتيب الدوري برصيد 48 نقطة. منافسة شرسة جدا جدا جدا، مفيش مجال بقى الفترة اللي جاية ان احنا نتعادل، حتى مفيش مجال الفترة الجاية فعلا ان احنا نفرط في اي نقطة. عندنا ثقة كبيرة جدا في كتيبة لاعبي الزمالك سواء الكبار او الشباب الرائعين الواعدين، منتظرين منكم ان انتم تستمروا في هذا الاداء القوي الممتع ويمكن اكتر، تحققوا فوز ورا فوز ورا فوز لحد ما ان شاء الله يا رب نحسم لقب الدوري الممتاز الموسم الثاني على التوالي، وكمان زي ما قلت لكم كاس مصر نسخة الموسم اللي فات والموسم الحالي. واثقين جدا جدا في مستر فريرا وكل جهازه المعاون، وبنقول لهم احنا معاكم
وبندعمكم وهنفضل دايما دايما نشجعكم. طيب بالكلام عن مستر فريرة، تعالوا مع بعض نشوف تقرير عن الثعلب البرتغالي قاهر الصعاب ونرجع ونبدأ أخبارنا. بداية أخبارنا من عند فريقنا اللي استأنف تدريباته الجماعية النهاردة بعد الحصول على راحة من المران أمس عقب طبعا الفوز على البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف. المران شهد بعض التدريبات الخفيفة للاعبين اللي خاضوا المباراة بشكل أساسي، وشهد أيضا بعض التدريبات البدنية والفنية القوية للبدلاء والمستبعدين من المباراة. فريقنا بدأ النهاردة استعداداته لمباراة سيراميكا كليوباترا اللي إن شاء الله هتقام يوم الثلاث اللي جاي على استاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات بطولة الدوري المصري الممتاز. نروح للبرتغالي فريرة مدرب فريقنا، طالب اللاعبين بغلق ملف مباراة البنك الأهلي بشكل نهائي والتركيز فقط على مباراة سيراميكا كليوباترا واللي هتقام يوم الثلاث اللي جاي. فريرة اتكلم مع اللعيبة على أهمية الفوز في مباراة سيراميكا كليوباترا وأهمية الفوز في كل مباراة بيخوضها الزمالك في بطولة الدوري. المدير الفني أكد للعيبة على ثقته الكبيرة فيهم، ثقته في قدرتهم على مواصلة المشوار ومواصلة الانتصارات والمنافسة على التتويج ببطولة الدوري خلال الموسم الحالي. تعالوا نروح لإسلام جابر لاعب فريقنا واللي نال تعليمات خاصة من فريرة خلال المران النهاردة. المدير الفني كان حريص أنه يتكلم مع إسلام بخصوص الاعتماد عليه خلال الفترة المقبلة في أكتر من مركز داخل الملعب. فريرة أكد كمان لإسلام جابر أنه لاعب بيمتلك إمكانيات جيدة ويقدر من خلالها أنه هو يوظفها في أكتر من مكان داخل الملعب ويقدر يكلفه بمهام مختلفة على المستوى الدفاعي وكمان المستوى الهجومي. لسه مكملين أخبارنا مع فريرة مدرب فريقنا واللي عقد جلسة مطولة مع جهازه المعاون على هامش مران النهاردة لمناقشة كل الأخطاء اللي ظهرت في الفريق خلال المباريات الأخيرة. فريرة حريص جدا أنه يصحح كل الأخطاء اللي ظهرت في المباراة الأخيرة حتى لو الفريق بيقدم أداء كويس وأداء ممتاز، ولكن في شغل كبير بيتم أن ما يبقاش في أي غلطة أو مشكلة داخل الملعب ممكن تؤثر على الحالة الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة. نروح لعواد حارس مرمى فريقنا واللي نال إشادة خاصة من الجهاز الفني للفريق بعد ظهوره بشكل أكتر من رائع. بداية أخبارنا المتنوعة من اتحاد الكرة واللي عند أعضائه إصرار كبير على تعيين خبير أجنبي لإدارة لجنة الحكام خلال الفترة اللي جاية، وعرفنا أن مرحلة المفاوضات مستمرة خلال الفترة الحالية للاستقرار على اسم مميز من بين خبراء التحكيم العالميين، وده علشان يطوروا أداء الحكام المصريين. بكل صراحة الملف ده طبعا مهم جدا والخبر ده مهم جدا، أكيد هنفضل متابعينه لحد ما يتم حسم اسم الخبير الأجنبي اللي هيقود مسؤولية تطوير التحكيم المصري خلال الفترة اللي جاية. يهمنا جدا أن منظومة التحكيم يبقى فيها تطور وتحسين للأداء اللي شفناه خلال الفترة اللي فاتت، لأنه مطلوب تحقيق العدالة في ملاعبنا كلها وعلى كل الفرق بمعيار واحد فقط وهو العدل. تعالوا نروح لمنتخبنا الوطني، ولسه اتحاد الكرة في مرحلة التفاوض مع العديد من المدربين الأجانب لتولي مسؤولية تدريب منتخبنا الأول، لكن لحد دلوقتي لم يتم حسم اسم المدير الفني الجديد لمنتخبنا، ولسه مسؤولي الاتحاد عندهم أمل إن البرتغالي كارلوس كيروش يوافق على العودة مرة تانية ويتولى منصب المدير الفني. لكن اللي عرفناه ان المدرب البرتغالي منتظر انه يستلم مستحقاته المتاخره الاول ويوضع بعض الشروط للعوده منها، توفير الاجواء المناسبه علشان يقدر يحقق النجاح مع ضمان عدم تكرار المشكلات الولايه الاولى ليه مع المنتخب الوطني. طبعا ده ملف مهم جدا 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 واكيد هنفضل متابعينه لحد ما نشوف مين هيقود المنتخب الوطني خلال الفتره اللي جايه.
خلينا نستقبل تليفون من استاذ رامي رجب الناقد الرياضي. مساء الخير يا استاذ رامي. الخير يا استاذ، انا ازي حضرتك؟ الحمد لله تمام. عايزين نطمن بقى ايه اخر الاخبار للمدير الفني للمنتخب الوطني، وكمان نعرف يعني اخر المفاوضات مع مستر كارلوس كيروش وصلت لحد فين. خلينا نقول بس اعتقد بعد التصريحات النهارده ان مستر كيروش يمكن في تصريحات النهارده اعلن ان عدم مفاوضته بشكل رسمي مع اتحاد الكوره، كانت مفاجاه طبعا، ولكن يعني وفقا لمعلوماتنا ان فعلا تم التفاوض معه خلال الايام الماضيه، يمكن منذ رحيل الكابتن ايهاب جلال، وخد المفاوضات اللي هو حلو المشهور عضو مجلس اداره اتحاد الكوره بصفته الاقرب الناس لمستر كيروش اللي كان رئيس لبعثه المنتخب الوطني. طب هو ليه ممكن يكون بينكر؟ لا هو بس حصل مشاكل ان هو ما حصلش على مستحقاته الفتره اللي فاتت دي منذ رحيله من اتحاد رحيله من المنتخب، وبتفاوض كتير جدا مع اتحاد الكوره، بعت اكتر من مره لاتحاد الكوره عشان يحصل على مستحقاته الماليه، ولكن في مماطله من جانب الاتحاد المصري لكره القدم، واعتقد المماطله دي بسبب الازمه الماليه اللي كان بيمر بها اتحاد الكوره في الفتره الاخيره، يعني موجود السيوله الماليه اللي موجوده في اتحاد الكوره ما تكفيش ان هو يحصل على مستحقاته كامله، وكان في تفاوض وفي بعض الخصومات تمت من خلال مجلس اداره اتحاد الكوره، خصم منه مثلا في بعض العقوبات تعرض لها في بطوله الامم الافريقيه الاخيره، اعتقد في مباراه الكاميرون او المغرب تعرض لعقوبه اتحاد الكوره عاوز يخصمها من مستحقاته، وفي برضه مستحقات مثلا زي دكتور اشرف صفحي وزير الشباب والرياضه كان صرف جزء من مكافاه كده للمنتخب، الاتحاد الكوره عاوز برضه يعني يخصمها من مستحقات كارلوس كيروش، وده اثرت غضبه بشكل كبير جدا، ولكن كان في مفاوضات مع كيروش، كان في مفاوضات فتحوا مع الموضوع، ولكن الراجل اجل او ارجل قرار النهائي في عودته من لتولي تدريب المنتخب، هو ساب الباب مفتوح ولكن ارجل الكلام لحين الحصول على مستحقاته الماليه المتاخره. يمكن اتحاد الكره اعلن يوم الخميس الماضي ثواني يا رامي قبل ما تكمل كلامك، هل لو كارلوس كيروش اخذ مستحقاته ده يقربه لعوده التدريب مره ثانيه للمنتخب؟ اعتقد لو تم صرف مستحقاته يمكن من قبل كده من فتره طويله كانت الامور تبقى افضل بكتير، ولكن مماطله اتحاد الكره فتره طويله ده اثرت غضبه بشكل كبير جدا في الفتره الاخيره، ويمكن فتح الكلام معاه، يعني هو شعر ان اتحاد الكره فتح الكلام معاه او ان هو يرسل له مستحقاته القديمه عشان يتولى او يعود للمنتخب الوطني تاني، فلو اتحاد الكره اتعامل معاه بشكل افضل من كده منذ فتره طويله او ارسل مستحقاته القديمه او مستحقاته كامله قبل فتره طويله او قبل رحيل الكابتن ايهاب جلال، وبعدها تمت الاقتراح بايهاب جلال وكان في مفاوضات، اعتقد ان الامور كانت تتحسن بشكل كبير جدا. التصريحات اللي قالها النهارده مستر كيروش اعتقد ان هو يعني قطع كده يعني قطع الامور او وصلت الامور لطريق مسدود مع اتحاد الكوره، يمكن هاجم فيها اتحاد الكوره، قال ان ما وصلتنيش اي مستحقات من اتحاد الكوره حتى هذه اللحظه، اتحاد الكوره انت وصلت مع احد اعضاء مجلس الاداره وقال واكد بالفعل ان احنا ارسلنا المبالغ الماليه المستحقات يوم الخميس، ممكن على يوم الاحد اللي جاي او الاثنين تبقى المستحقات في حسابه البنكي، ولكن مصدر كيروش قال ان متاكد كمان ان هو ما تمش فتحه في ملف المنتخب، لا فعلا تم فتحه في ملف المنتخب، والراجل يعني ساب الباب مفتوح بالنسبه لهم، قال لهم انا ما عنديش مشكله ارجع، ولكن قبل الكلام في اي حاجه او شروط تعاقد او اي مده في الفتره اللي جايه دي لابد ان احصل على مستحقاته المتاخره، وده طبعا من حقه طبعا ان هو يحصل على مستحقاته قبل الحديث عن مستقبله خلال الفتره الجايه. ثانيا والاهم ان هو علاقته متوتره جدا جدا بعدد كبير من اعضاء مجلس اداره اتحاد الكوره، يعني خلينا نقول منذ تولى المهمه وخاصه بعد مباراه نيجيريا اولى مباراه المنتخب الوطني في بطوله الامم الافريقيه الاخيره، يمكن شاهد تصريحات وهجوم حاد من اعضاء مجلس الاداره لدرجه ان بعض اعضاء المجلس الاداره بيتكلموا عن الشرط الجزائي في عقد كيروش ان هم كانوا عاوزين يمسكوا العقد معاه بعد بطوله الامم الافريقيه، وده اثرت غضبه بشكل كبير جدا لدرجه ان حتى مستر كيروش بعد وصولنا لدور ال 16 ودور الثمانيه في عدد كبير من اعضاء المجلس يمكن راح لبعثة المنتخب في الكاميرون وهو ما كانش عاوز يتعامل معاهم، وحاولوا اللي هو حلم مشهور تصفيه الاجواء، ولكن ما زال طيب كارلوس كيروش ما بيحبش يتعامل مع عدد كبير من اعضاء المجلس. طيب يعني كلامك بيقول ان ممكن يكون ما يبقاش في يعني مفاوضات تاني مع كارلوس كيروش، مين ممكن يكون بديل غيره يعني على طاولة اتحاد الكورة؟ هو عشان كده هو اخر كلام كان معاهم ان هو قال لهم ادوني مهلة اسبوع، انا في موزمبيق عنده
اعتقد حاجه خاصه بيه في موزمبيق، وقال لهم بعد اسبوع او 10 ايام على امل ان هو ياخد يحصل على مستحقاته، وبعد كده لو عنده رغبه ان هو يتعاقد معاهم ممكن يفتح معاهم فاضل، لو ما عندوش خلاص الامور. عشان كده اتحاد الكره عمل لو ما فيش رغبه مين ممكن يكون بديل يا رب؟ هو عشان كده هم فتحوا اكتر من مفاوضات مع اكتر من مدرب، اعتقد ان في مدرب برتغالي موجود في الصوره لم يتم الافصاح عنه بشكل رسمي حتى هذه اللحظه، في مدرب كان سابق كان مدير فني لمنتخب سويسرا برضه مرشح بقوه، في عدد من المدربين موجودين في بوم اللي كان موجود في منتخب كوت ديفوار، ولكن ده مش ضمن الخيارات الاولى لاتحاد الكوره، ده يعني سايبينه كده لو في حاله فشل التعاقد مع مدير فني اجنبي كبير، اعتقد ان ممكن باتريس بوم يكون موجود بس اسهمه قلت الفتره الاخيره، بس ولكن موجود في الصوره بس مش من هو من الخيارات الاولى لاتحاد الكوره. اعتقد ان اتحاد الكوره بعد الازمات اللي بيمر بيها، بعد غضب الشارع المصري من اداء المنتخب سواء ما امام اثيوبيا او امام غينيا حتى اللي فزنا فيها، وبعدها من كوريا بخساره بربعيه، غضب كبير جدا داخل الشارع الرياضي المصري. واعتقد الدكتور اشرف صبحي في جلسته مع اتحاد الكوره قبل اعلان قرارات طيب الاطاحه بالكابتن ايهاب جلال، اكد دعمه للمنتخب ودعمه على تحمل جزء من الراتب المدير الفني الاجنبي اللي هيتولى القياده خلال الفتره المقبله. طيب رامي، عايزه اطمن على حاجتين، اول حاجه ملف المدير الفني للمنتخب الاولمبي، ثاني حاجه المسؤول عن الخبير التحكيمي اللي هيقود التحكيم المصري. صحيح، يمكن بس خلينا نقول ما يشغل بال اتحاد الكره في الفتره الاخيره في الساعات الاخيره هو المدير الفني للمنتخب الوطني. دي طبعا اكيد في اكثر من سيره ذاتيه معروضين امام اتحاد الكره، ولكن اللي مهم حاليا او كل ما يشغل تفكير مجلس اداره اتحاد الكوره وما يشغل بالهم والدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه هو اختيار المدير الفني الجديد. في اسماء مطروحه بالنسبه للمدير الفني، اكيد هم دلوقتي بيبحثوا اكثر من سيره ذاتيه سواء المدير الفني للمنتخب الاولمبي او المدير الفني لاتحاد الكوره. طبعا الخبير الاجنبي خلاص تم الاستقرار عليه وتم الاعلان عن اسمه، والخبير مارك جلادنبرج ده خلاص بشكل رسمي متواجد مع خبير اجنبي لتطوير التحكيم خلال الفتره المقبله. اعتقد ان هو كان متفقين مع ان هو ممكن يعني في اخر الموسم يكون موجود، يحضر حوالي شهر او شهر ونص كده، يكون متواجد على اساس يفهم الشغل ماشي ازاي ويعرف طبيعه الحكم المصري ويعيش الاجواء. ولكن اعتقد الفتره الاخيره دي يمكن بعد تصريحات الكابتن عصام عبد الفتاح واللي هاجم فيها اتحاد الكوره من خلاله ويعني وهاجم وانتقد مجلس اداره اتحاد الكوره على تعيين خبير اجنبي، اعتقد ان ممكن ده يعجل بمساله رحيل الكابتن عصام عبد الفتاح. ولكن المشكله لو الكابتن عصام رحل في هذه اللحظه، اعتقد كل الخبراء التحكيم اللي لهم سؤالات ودولات زي الكابتن جمال غندور، الكابتن احمد الشناوي، الكابتن سمير عثمان، الاسماء الكبيره دي كلهم برضو انتقدوا قرار اتحاد الكوره ان يتواجد خبير اجنبي لتطوير اداء التحكيم خلال الفتره المقبله. ده كل الكواليس اللي بتدور حتى هذه اللحظه في مساله سواء المدير الفني للمنتخب الاولمبي او المدير الفني لاتحاد الكوره او الخبير. بشكرك جدا 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 استاذ رامي رجب الناقد الرياضي، بشكر حضرتك جدا على وجودك معايا. تعالوا نرجع ونستكمل اخبارنا المتنوعه ونروح لبعثه مصر في دوره العاب البحر المتوسط، وتم عقد اجتماع للبعثه اللي بتضم 184 لاعبا ولاعبه في 19 رياضه مختلفه بدورة ألعاب البحر المتوسط والتي تقام في مدينة وهران بالجزائر خلال الفترة من 25 حتى 5 يوليو 25 يونيو ل 5 يوليو المقبل. الاجتماع كان بين رئيس البعثة ونائبه مع رؤساء الفرق والأجهزة الفنية والإدارية من أجل ترتيب كل الأمور الخاصة ببعثة مصر والمشاركة في دورة ألعاب البحر المتوسط رقم 19 المقامة بمدينة وهران بالجزائر. كانت اللجنة الطبية المرافقة لبعثة مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط انتهت من تجهيز المقر الطبي وبدء استقبال اللاعبين وأفراد البعثة للاطمئنان عليهم طبيا ومتابعة حالتهم الصحية استعدادا لخوض منافسات الدورة. تم تجهيز مقر العيادة الطبية بكافة الأجهزة والمعدات والأدوية لاستقبال الحالات من بين أفراد البعثة، وكذلك متابعة اللاعبين في المنافسات بالصالات والملاعب المختلفة وتوفير رعاية طبية على أعلى مستوى. كده نكون خلصنا أخبارنا وأخبارنا المتنوعة، نطلع فاصل قصير ونرجع ونستقبل ضيفنا دكتور محمود عفيفي أخصائي التغذية.
ورجعنا لكم مره ثانيه، والنهارده بيشرفنا دكتور محمود عفيفي اخصائي التغذيه، وحديث مهم جدا عن دور التغذيه في حياه الرياضيين واثره على الرياضه بشكل عام. منور الدنيا يا دكتور. اهلا بيك، اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام، منور الدنيا. انا فرحان جدا معاكي اصلا النهارده. انا اسعد. التغذيه مهمه جدا، كلنا حتى لو مثلا واحنا صغيرين تلاقينا ايه بنتربى على عادات معينه كده ان الاكل الدسم هو ده الصح ليك، بس ممكن يبقى صح ليا بس مش صح مثلا لحد رياضي بيبني، هو مثلا في الناشئين بيبني جسمه. فانت كلمني بقى عن العادات الصحيحه للتغذيه لحد مثلا رياضي، بعد كده نتكلم بقى بشكل عام بحيث ان الناس اللي نفسها يبقى حد رياضي يعرف، والناس اللي مش راضيين اللي نفسهم برضو ياكلوا اكل صحي. طبعا التغذيه اهم حاجه في الرياضه، لان خليك الرياضه محتاجه بناء عضلات، محتاجه طاقه انها يشتغل بيها، في سواء كان مثلا بيلعب كوره او ايا كان نوع الرياضه. فعلى حسب هو اكله ايه هينتج كويس. خلي بالك لو احنا النهارده اثرنا في النظام الغذائي بتاع اي حد بيلعب رياضه سواء كوره او غير كوره، هيفرق جدا معاه في الشغل بتاعه وانتاجه. فاحنا عشان انتج بطل رياضي صحيح لازم اركز على هو بياكل ايه بالظبط. طبعا ده في مشكله عندنا في مصر بالذات، عندنا مشكله في تقصير رهيب في الحته دي، عندنا عشوائيه في الاكل، عندنا ما فيش حد مركز في نوع الاكل اللي بياكله، الكواليتي، ياكل امتى. يعني مثلا في معلومه مهمه جدا، اي حد مثلا ماتش كوره مثلا لازم اكل قبل ماتش بثلاث ساعات، ما ينفعش خالص اكون واكل وجبه قبل ماتش مباشره، لازم قبلها بثلاث ساعات على الاقل عشان اقدر ان انا انتج والجهاز الهضمي عندي يبقى مرتاح جدا، والغذاء ونسبه السكر رايحه للعضلات كويسه جدا، فاقدر ان انا انتج في الماتش كويس جدا. بعكس الناس اللي ممكن فيه عشوائيه، ممكن قبل الماتش ياكل اي حاجه خلاص. وعندنا افكار خاطئه رهيبه، مثلا يقول لك ايه، لو اكلت حاجه مسكره هتديني باور في الماتش، حاجه مسكره. بالعكس احنا عايزين اصلا قبل، المفروض في عندنا نوعين من السكر، حاجه اسمها سكر معقد، وده بيشتغل على اللونج ران شويه، زي اللي هي موجود في الحبوب الكامله، زي الشوفان، زي الحبه الكامله، قمح الحبه الكامله. غير مثلا ما يكون باكل حاجه، باكل بارد شوكليت مثلا، هيديك نسبه سكر عاليه بس هتتحرق في ساعتها وهتعلي معاك الانسولين على الفاضي، مش هستفيد بيها، بالعكس ممكن تهبطني اصلا بعد كده، وما تخلينيش اخد الطاقه اللي انا عايزاها مثلا، وانتاجي في الماتش مثلا يقل. بالعكس يعني انا لو اكلت النهارده وخدت وجبه سليمه كامله متكامله، طبعا مع الكلام هنوضح ايه الوجبه الصح اللي هناخدها قبل الماتشات مثلا، هتديني باور وخليني انتج في الماتش 90 دقيقه كامله بشكل كويس جدا. بعكس لو انا خدت مثلا بار شوكليت كبير قبل الماتش على طول، هيوقع لي مجهودي البدني اثناء الماتش. وبعد الماتش بقى ممكن اكل ايه؟ طبعا في على طول برضو ولا لا؟ لا لازم في نظام برضو غذائي بنمشي عليه بعد الماتش عشان نعمل حاجه اسمها استشفاء العضلات. لان العضلات اساسا بتعتمد على ماده اسمها الجلايكوجين. الجلايكوجين ده نوع السكر اللي بيتخزن في الكبد وفي العضلات. فاحنا لازم نعمل تعويض او استشفاء عشان اي حد رياضي لما يعمل مجهود بدني قوي في الرياضه ما يفقدش جزء من عضلاته. طب انت شايف ان اللاعب المصري عموما مقصر في حق نفسه في موضوع التغذيه ده؟ طبعا بشكل غير طبيعي. ما هقولك في عشوائيه، مفيش بلان معينه، احنا المفروض كل حد بيلعب رياضه سواء كوره او غير كوره لازم يبقى هو حاطط في دماغه يعمل فكره ان هو بطل، هو رمز للرياضه. ما ينفعش النهارده ابقى انا راجل رياضي المفروض ده شغلي واكل عيشي وانا باكل اكل عشوائي. ما هو انت النهارده ينفع النهارده انا اكون بلعب كوره بروحش اصلا اي حاجه بتمرن، بلعب كوره بس الماتش وخلاص؟ لا، لازم اتمرن عشان اخر ابقى اؤهل للماتشات. نفس الفكره، الغذاء هو جزء اساسي من تاهيلك كبطل رياضي. طيب اهميه دكتور التغذيه في الانديه، احنا ده نادرا جدا لما بنشوفه في مصر، ممكن نشوفه في اوروبا اكتر، تلاقيه عنده عشان كده انت بتشوف الاجسام في اوروبا مختلفه عن المصريين تماما دايما يعني، حتى لو هما الاثنين عاملين نفس الفورمه بس بلاقي فورمه مثلا لو حد اجنبي فورمته ظابطه اكتر. بالك ان ايوه بالظبط، احنا عندنا شكل العضلات ورسمه العضله وتقسيمه الجسم عندنا مثلا في اللعيبه المشهوره بتوع الكوره بره، وبرضه محمد صلاح عندنا في مصر دلوقتي بقى واخد نفس اللاين يعني بجد. والله بجد انا صلاح بيندم لما بياكل فطير. لا انا بحييه والله بجد، انه واخد نفس اللاين بتاع نفس الترتيب الاوروبي بالظبط، بنفس التغذيه بنفس الطريقه علشان يقدر يوصل، لان هو خلاك هم محتاج اولا هناك بيتحاسبوا على الوزن، بيتحاسبوا على نسبه الدهون عندهم في جسمهم، العضله نفسها. ما هو ده الباور بتاعك. ما انا ازاي عشان كده عندنا تلاقي مثلا اللعيب بيشتغل جزء الباور عنده هبط، ان هو ما عندوش النسبه السليمه اللي بتخليه يقدر يكمل في الماتش صح.
اوكي. طبعا ده دور مش دور اللعيب على فكره، هو دور الدكتور نفسه. يعني ده دور دكتور التغذيه، ما هو في دكتور تغذيه مع كل نادي بيبدا ان هو يعرفه هيفطر ايه، هيتغدى ايه، ايه قبل التمرين ايه بعد التمرين، هقدر ان انا احافظ على الكتله العضليه بجانب طبعا التمارين اللي بيعملها في الجيم او تقويه العضلات بعد كده. بتختلف من لاعب لاخر يعني تغذيتي غير تغذيه على حسب، لا مش بتختلف من لاعب لاخر، بتختلف على حسب الوزن بتاع اللعيب، وبتختلف كمان على حسب نوع الرياضه. انا مثلا لو انا مثلا بتمرن في الاسبوع ساعتين كل يوم، غير ما بتمرن 4 ساعات، غير ما اكون بتمرن وعندي ماتش، يعني بتختلف على حسب عدد ساعات الرياضه. اوكي، يعني على حسب ان انا عدد ساعاتي في التمرين، في التمرين ده ازاي ربي ناشئ عايز يبقى فورمه كويسه جدا يعتمد عليها على تغذيه سليمه. اول حاجه احنا لازم نقسم الاكل لاجزاء او نسب بمعنى اصح. احنا مثلا هنعتبر ان احنا 100% التغذيه 100%. لو انا النهارده راجل رياضي المفروض بحتاج 50% ل 60% نشويات، ده بالنسبه لايه للطبق بتاعي او النسبه بتاعتي في الاكل. طيب. عندنا 30% بروتين و20% بس دهون، 20% بس دهون، بس 60% نشويات. ما من 50 ل 60%. ما انت خلي بالك ليه بقى، ليه اقول لك ما هو ده الكلام ده نص طبق يعني. نقطه دي مهمه جدا بقى. ليه؟ لان احنا عندنا زي ما قلت لك كده العضله بتشتغل بحاجه اسمها جلايكوجين. الجلايكوجين دوت هو ده السكر بتاع العضلات. تمام. اللي بيتاخد عن طريق بيتخزن في جوه العضله وبيتخزن في الكبد، وده اللي هو بيحتاجه موجود. وده موجود في النشويات المعقده السليمه. ما في نوعين من النشويات، في مثلا حاجه اسمها سكر ابيض او دي الابيض مثلا أبيض. او اللي هو دي الاسمر. فاحنا بناخد نشوياتنا من زي المكرونه اللي هي الغامقه والمكرونه البيضاء. فالرياضيين المفروض يتغذوا على الحاجات اللي هي الحبه الكامله الغامقه بالظبط، اللي هو البراون توست البني، الحبه الكامله، المكرونه الغامقه، الرز البني، نفس الحاجات اللي هي بيسموها الحبه الكامله، اللي هي النشويات اللي هي المعقده. أيوة. اللي هي بتقعد في الجسم بتديكي باور. يعني انا النهارده مثلا هوريك حاجه تشبيهيه كده. لو انا اكلت مثلا حاجه مسكره دلوقتي، هي هترفع البيك بتاع السكر في الدم لمده نص ساعه بس، بعد كده هينزل مره واحده. لو انا اكلت النهارده نشويات معقده هترفع لي السكر تدريجي، تقعد معايا 3 4 ساعات. وده اللي كنت بتكلم فيه. انا مثلا قبل الماتش اكل ايه؟ يعني مثلا لو النهارده انا بتكلم عن حد عنده ماتش كوره، ايه اللي ممكن ياكله ويخليه طول ال 90 دقيقه يبقى اشتغل بقوه حلوه جدا؟ ياكل طبق مكرونه، الطبق ده عباره بس مكرونه غامقه، المكرونه الغامقه اللي هي النشويات المعقده الكاملة. بالظبط. طب انا برضه هقول لك بعد ما اخلص الكلام ده هقول لك ازاي احسبها، اخد يعني كم معلقه مكرونه يعني. فياخد لي 6 معالق. لا 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 مش كده. طبق مثلا مكرونه الحبه الكامله او اللي هي الغامقه معاها 30 جرام البروتين، برضه بيختلف من شخص لشخص. المفروض انا بحسب انا جسمي انا محتاج كم جرام بروتين لكل كيلو جرام، لكل كيلو وزن 1 جرام بروتين. لو انا مجهودي البدني متوسط، لو مجهودي البدني عنيف جدا يبقى كل كيلو جرام من وزني محتاج 2 جرام بروتين. يعني انا مثلا سي مثلا لو انا وزني 70 كيلو. أيوه. هضرب في 2 يبقى انا كده محتاج 140 جرام بروتين. انا حاسه ان هو قليل. لا لا لا، ما هو ده اللي بتكلم على بتتكلمي على غذاء كامل. ما هو الناس عندها اعتقاد غريب جدا ان انا عشان ازود الكتله العضليه ازود بروتين كتير. ايوه انا ده اللي انا فاهمه الصراحه. لا لا، العضله مينلي في المجهود محتاجه جلايكوجين مش محتاجه بروتين. تمام، دي بس معلومه عند الناس شويه واقعه شويه. طب لو حد مثلا اوقات مثلا ممكن لعيب لا وزنه يزيد شويه، لو وزنه يزيد يزود معاها نسبه البروتين والنشويات؟ لا، انت على حسب بقى، انت بتعملي نظام صحي وبتعملي نظام رياضي ولا نظام لحد انقاص الوزن؟ ما في فرق كبير. ما هو ممكن مثلا تلاقي لعيب مثلا الفتره دي مثلا ما بيلعبش. لا هو ده بقى الحسبه بتاع جرام البروتين بقى. انا اخد كام معلقه بروتين؟ المفروض لو احنا النهارده مثلا لعيب، احنا النهارده خلاص السيزون خلص بتاع الكوره. تمام. وعند هم حاليا واخدين اجازه مثلا في شهرين مفيش لعب خالص مثلا، اجازه كامله. المفروض ان هو بياخد لكل كيلو في وزنه بياخد 3 جرام بروتين بس، سوري 3 جرام نشويات. نشويات كربوهيدرات يعني. يعني النهارده مثلا سي مثلا لو انا محتاج، لو انا وزني 70 كيلو هضرب في 3، فدي كميه النشويات اللي انا محتاجها في اليوم ده في الفتره بتاعه الراحه. لو انا مثلا لا خلاص بقى هبدا اخش بقى سيزون، هبدا اتدرب على الاقل حاجه ساعتين في اليوم بلس الماتشات، هوصل لحد من 5 ل 8 جرام كربوهيدرات لكل كيلو جرام. هي حسبه معقده شويه. سهله دي. فتره الاعداد زي ما احنا قلنا كده، التغذيه بقى لفتره الاعداد بتفرق؟ طبعا. انا بقى داخل على راجع وعايزه اعمل فورمه كويسه ويبقى جسمي كويس واقدر ادي وعندي طاقه،
تختلف طبعاً, عن ده أهم حاجة. أهم حاجة إحنا بننبه على كل الناس الرياضيين إن هم يخلي بالهم من نسبة الدهون, يخلي بالهم من الدهون اللي موجودة في المقليات. إحنا أنا بلاقي كتير لعيبة كورة يعني عندهمش أي يعني عادي ممكن ياكل حاجات مقلية, ياكل بس محمرة, فاللي هو ما تفهمش هو أصلاً مش متخيل إن ده عادي, فاهم؟ لا, لازم يركز في نسبة الدهون اللي داخلة جسمه. ان دي اصلا اولا بتاثر على الجهاز الهضمي, بتاثر على زياده نسبه الدهون الضاره في جسمنا, وده بياثر على الدوره الدمويه وبياثر على الكتله العضليه كمان. هل المفروض مثلا لاعب الكوره يفضل دايما حارم نفسه؟ مش حرمان, ما احنا لو فينا شويه اهو في قلنا 50 جرام. ما هو مثلا نفسي ياكل مثلا بطاطس محمره, بيتزا, نفسي ما هو بني ادم برضه اكيد بنفسي ياكل الحاجات دي. هل فعلا هو لازم يبقى ممنوع من الحاجات دي مش تماما؟ مش ممنوع, بس يبقى في ليميتيشن للموضوع. طيب خلينا النقطه دي مهمه جدا, لكن خلينا نرجع نتكلم فيها, ولكن هنروح لفاصل قصير ونرجع ونكمل كلامنا. ورجعنا لكم مره ثانيه ولسه مكملين كلامنا مع دكتور محمود عفيفي. كنا بنتكلم بقى ان قبل الفاصل ان الرياضي برده من حقه نفسه ياكل حاجه. نفسه ياكل اي حاجه. هقول لك حاجه كويسه عشان برده الناس كده يبقى دي معلومه لكل رياضي يعني. احنا بعد الماتشات محتاجين نعلي نسبه السكر في الدم عشان خاطر يحصل استشفاء للعضله, فنسبه الجلايكوجين اللي هو فقدها اثناء الماتش يرجع تتخزن منها حاجه بديله. فاحنا ممكن بعد الماتشات ياكل حاجه نفسه فيها, يضرب بقى بيتزا, يضرب مكرونه, يضرب اللي نفسه فيه. تعرف لما مره كنت بحضر مباراه فعلا لقيت فيه بيتزا وبتاع, فبسال ايه, قالوا الناس بعد المستحب ان هم بعد المستحب بعد الماتش على طول. تعرف انا افتكرت ان حد يعني بيضحك عليا, طلع بجد. قال لك ليه بقى, ان انا لو خد حاجه فيها نشويات سريعه زي مثلا حاجه موجوده في البيتزا او الحاجات دي كلها هيرفع مستوى الانسولين في الدم, فالانسولين هيبدا يخزن السكر الموجود في الاكل دوت, هيحوله جلايكوجين بسرعه ويخزنه جوه العضله, فاللي فقده اثناء الماتش يتعوض تاني. اهو كده دي حلو بعد كل ماتش. بعد كل ماتش يا ياكل. طيب في حد من المتابعين باعت سؤال بيقول من اولياء الامور انه اللي هو عندهم ابنهم ناشئ وصغير, يعني ايه التغذيه المناسبه ليه؟ يعني وتفرق معاهم, يعني احنا نقول لهم نظام غذائي سليم يفرق معاهم بقى على المدى البعيد. اول حاجه طبعا لازم يتربى الاول على حب الفاكهه والخضروات. ان الفاكهه سواء فيها فيتامينز, فيها المعادن, فيها بترفع المناعه, دي مهمه جدا جدا. في ناس كتير بتجهل الفكره الفاكهه, يقول لك انا ما باكلش فاكهه او ابني ما بيحبش فاكهه. ما هو الغلط جه من الاهل من الاساس. لو احنا النهارده ربنا اولادنا على اكل الفاكهه هيحبها. وخلي بالك في نقطه مهمه جدا عايز اقول لكم عليها, الناس اللي بتعود ولادها على السويتس من صغرها هي بتكره الحاجه الطبيعيه. يعني مش العكس يعني. يعني لو اكلت يعني انا لو دوقت ابني حلويات حاجات اللي هي مصنعه عمره ما هيفكر في الطبيعي. اما لو انا من صغري بهرس له فاكهه باكله حاجات, فاهم قصدي؟ فيبدا هيتربى او هيتعود على, بالعكس هو هيميل اكتر للحاجه الطبيعيه. فلازم ياخد فاكهه في اليوم, اقل حاجه 3 حصص فاكهه في اليوم. الخضروات اساسيه سواء خضار طازه من خس وخيار وخضره, او خضار مطبوخ ني او اللي هو خضار السوتيه, او الخضار عموما. طبعا ده اساسي في الوجبه بتاعته. هي الفكره تقصد ان هي من البدايه اكون انا معوده بالظبط, بدل ما اديله اصلا من هو صغير شوكليت مثلا وكده, لا انا اديله فاكهه يعني ياخد السكر اللي محتاجه من الفاكهه. ابنك على ما ربيته انت او انت اتعودت. هو هوريك حاجه, يقول لك ايه, ده ابني مدمن شوكليت, ابني مدمن كذا. هو ابنك ده بيشتغل عشان يجيب فلوس ما انت اللي جبت له, فاهم قصدي؟ فاحنا اللي بنربي اصلا ولادنا غلط. وبالاخر في الاخر متخيلين ان الحنيه والدلع بالحاجات دي. بس كمان لو حد بقى عايز يبقى رياضي مفروض تماما ابعد تماما عن كل حاجه. لازم اهله عموما تبقى مركزه معاه في التغذيه. انت زي ما قلت لك كده, الرياضه جزء من بناء جسم, جزء من بناء بطل, جزء من بناء انسان رياضي. غذاء 100%, لان النهارده العربيه مش هتمشي من غير بنزين. عربيه بمليون جنيه زي ب 20 مليون جنيه, الاثنين محتاجين بنزين. تمام. فالفكره مش في نوع العربيه, الفكره ان الوقود هو اللي هيمشيها. فالرياضي اللي هينجحه في شغله الوقود بتاعه والرياضه السليم. فانا لازم لو عندي حد ناشئ او بحاول ان انا اطلعه بطل عشان اقدر اوصله للفورمه واوصله للقوه العضليه اللي يقدر يشتغل بيها وينتج وينجح في شغله. تمام. مش ده هو ايه كفاءته قليله, ده في الملعب مش بيأدي. ما هو الجمل دي احنا بنسمعها من في التحليل, ده في الملعب ضعيف, ده مش بيأدي. بيبقى نفس الكلام برضه, بعيده عن المقليات وبعيده عن اي فاست فود مثلا ممكن يعني يضايقه في جسمه مثلا.
بالنسبه ايه بقى؟ بالنسبه للناشئ برضو يعني انا برضو ما بقاش كل ويك اند مثلا برضو باخده باكله من لا ولازم بره. في ترتيب، هو فاهم، هو راجل رياضي النهارده فلازم ياكله اكل صحي، لازم يبقى عنده، وده بيتم عن طريق التعليم والتثقيف الغذائي. احنا لو ثقفناه ان ده هياثر على مستقبلك كلعيب، هياثر على شغلك بعد كده، هو هيبدا يفهم اكيد طبعا. دي حقيقه. طب نتكلم بقى على السمنه، لما تلاقي مثلا بعض اللاعبين او الناس اللي بتلعب الرياضيين عموما تلاقيهم بعد ما يعتزلوا لا وزنهم بيزيد جدا جدا يعني، صح؟ بيقول لي بصراحه بحاجه رهيبه يعني. ده بيبقى سببه ايه؟ بصي، هو اتعود على، طبعا هو في الاساس اساسا ما فيش اساس صحي اساسا يعني، هو في الاصل ما فيش تغذيه سليمه اساسا يعني، بس كان في جزء كبير جدا بيتحرق مع الرياضه، مع التمرين، مع المجهود، مع اللعب، كان هو بيحرق جزء كبير من اللي بياكله. فمونس ان هو وقف رياضه، وقف تمرين، بس بيستمر على نفس نوعيه الاكل، نفس العادات الخاطئه. ده ممكن يكون مثلا هو مثلا ايام ما كان بيلعب مثلا في نادي مثلا كان بينام بدري، فكان بياكل بيعك في الاكل كتير، بياكل كتير بس كان بياكل بدري. فطبعا ما بقاش في نادي فبيسهر بالليل فياكل بالليل، فبدأ الدنيا تبقى فيه دبل يعني، اكل ازيد وقت غلط. مخارج الوقت برضو ليه دور في تخزين الاكل، الوقت انت ممكن اكون باكل كميات قليله بس باكلها وقت بالليل، فطبعا ده بيخزن معايا يعني. انا فعلا مقوله ان انت لازم توقف اكل بعد 8 دي، ده حقيقي؟ ده اهم حاجه عايز اقول لك عليه. ده كمان سبحان الله يعني، من حكمه ربنا قال لك الساعه البيولوجيه بتاعت الحرق بتاعتنا تشتغل مع شروق الشمس وبتقف مع غروب الشمس ومع توقيت الصلاه يعني. تمام. لك برضو يعني انت لو جيتي ظبطتي اكلك مع اوقات الصلاه، فجر، ظهر، عصر، مغرب، عشاء، ظبطتي الاكل في الخمس اوقات دولت، هتلاقي جسمك عمره ما يتخن ابدا. ده احنا كده ما فيش حد يعرف القصه خالص. انا عايز اقول لك على معلومه، انت انا شخصيا هقول لك حاجه، دي معلومه حتى مش طبيه، انا شخصيا جيت في يوم من الايام سالت نفسي ليه زمان جدتي وجدتنا زمان في الفلاحين مثلا ما كانوش بيتخانوا؟ كانوا بيناموا بدري. لا، عشان حاجتين، عشان لو انت خدت بالك كان بيصحوا بعد الفجر يفطروا الصبح. انا جدتي كانت بتغديني الساعه 12 الظهر، الغدا 12 الظهر يعني في الفطار. الحق والله كانت والدتي بتصحينا بدري جدا، اصحى الحق عشان جدتك الغدا اتعمل يعني الساعه كام بقى؟ 11 10 عشان هتغدى الساعه ايه؟ 12 واحده ماكسيمم. الساعه 5 تيجي اول ما المغرب يبدا بيكون متعشين. يعني ده صعب يحصل. ده غير بقى كان هم كانوا بيبذلوا مجهود بدني كبير في المجهود الارض والشغل، فطبعا ده بيفرق جدا جدا في خلى الناس. وعلى فكره ده اوروبا كده، لو جيت ركزت في اوروبا بيصحوا بدري يفطروا، عندهم وجبه الساعه 12، عندهم وجبه اخر حاجه الساعه 5 وخلاص. لكن الرياضي المعتزل هو اصلا بيبقى جسمه قابل اساسا، مش قابل، هو اوريدي بياكل غلط اساسا من الاول. وده ترجعنا لفكره ان مهم يبقى معاه حد متخصص. متخصص تغذيه. وبعد كده هو اوريدي بيبدا يحصل له حاجتين مختلفتين. الحاجه الاولانيه اللي هو بيوقعها ان هو كان في مجهود بدني بيبذله، فكان بيشيل جزء من الاخطاء اللي كان بيعملها. تمام. ثانيا هو اصلا اوريدي عنده اهمال فبيبدا ياكل بالليل وبينام، طبعا بيحصل معاه المشاكل اللي بتحصل دي. تمام. عايزه اروح معاك برضو لحته تانية وهي المكملات الغذائيه. هي فعلا مهمه جدا ولا ممكن تضر لو كترنا منها؟ بصي، علميا مفيش حاجه اثبتت ان احنا جسمنا محتاج مكملات. هو علميا الغذاء سليم، المكملات دي بناخدها كسبلمنت بس لو احنا عندنا سوء تغذيه. تمام. ولازم ناخدها تحت اشراف طبي علشان خاطر هل في نواقص او مش فيش نواقص. يعني احنا عندنا مثلا ايه، خد مش عارف اوميجا ايه، خد مش عارف ايه، خد، طب لا غلط. ما هو انت، انا مثلا النهارده عندي فيتامين دي ناقص، خدت اوكي، انا هستفيد ان هو فعلا لو هو ناقص هيفيدني وهيحل لي مشاكل ارهاق وتعب واحساس بالاعياء واحساس ان انا نفسيتي مش حلوه، ناقص الفيتامين دي ليه اعراض كتير وحشه جدا. فلو هو فعلا احلل اللي يطلع ناقص اخد الفيتامين دي. طب انا النهارده فيتامين دي يا جماعه حلو للمناعه، اضرب فيتامين دي مع نفسك. طب انت ده ممكن ياثر على الكلى اصلا، ممكن ياثر على الكبد عندك. لكن ما ينفعش اخد اي حاجه من نفسي اصلا كده كده. فكل حاجه لازم لها اشراف طبي، وقبلها اعمل تحليل اعرف العنصر ده ناقص ولا مش ناقص اصلا. طيب، في سؤال تاني برضو معانا من الناس اللي بتتابعنا ومن الجماهير، ان هم بيقولوا ان هم اوقات اولادهم بيصحوا من النوم يتمرنوا على طول ما بيلحقوش يفطروا او اي حاجه. هنا ممكن نعوضهم مثلا بمشروبات، مثلا اكل معين، اكل سريع. عارف دلوقتي كمان انتشرت البروتين بارز والحاجات دي مثلا. بص هقول لك إيه حاجه، هو عموما ان احنا المفروض مثلا اقول لك ايه احسن اوقات للرياضي يعملها ازاي. في الفطار
لو هو التمرين بتاعته بعد الفطار ممكن حتى لو ساعة ساعة ونص يبقى إناف، ممكن يروح يتدرب عادي في الغداء بس لو 3 ساعات. تمام تمام كده. وعلى حسب نوع التمرين، لو أنا مثلا سي مثلا النهاردة هتغدى وبعد كده النهاردة تمرينة خفيفة مش ما فيهاش تنطيط جامد أو هبد جامد، ممكن 2 ساعة بس. فما نحاولش نكسل، بس هي فكرة يعني مش شرط 3 ساعات قرآن. يعني الناس متخيلة إيه؟ يقول لك لا أصل أنا لازم، دي على فكرة معلومة عند كل الناس، لازم أكون آخر وجبة كلتها بعد قبلها ب3 ساعات. لا مش شرط، على حسب نوع التمرين اللي هتتمرنه وعلى حسب هي فطار ولا غدا. ما في مثلا ممكن توصل لتمرينتين في اليوم، ممكن تمرينه 6 الصبح وتمرينه تانية 9 بالليل، فوقتها يعني ايه احسن نظام ممكن ياخده؟ حاجه برضو تفضل تديله طاقه في نفس الوقت. على فكره ممكن نعمل حسابنا برضو ان اللاعب ده مثلا بره او اللي بيتمرن ده في الشارع، فما عندوش رفاهيه ان انا اروح البيت واكل وكده، في احسن حاجه ممكن احنا بنتكلم من 6 الصبح ل 9 بالليل لو مثلا بروتين بار، لان حضرتك معظمها معموله بالشوفان، حاجات كلها شوفان وحاجات فيها سكر خفيف، ده ممكن ياخدها مفيش مشكله خالص. لو هو مثلا يعني قفل بقى خلاص، وممكن ياخد مع اكل من البيت طبعا، يا ريت ده اهم حاجه. اهم حاجه يبقى عامل حسابه الاكل البيت ده اهم حاجه في الدنيا، حتى لو في دهون كتير. لا طبعا. انا عارف بحاول اخد منك اي حاجه. تعرف الناس برضو عندها ادمان ايه؟ شاي كتير، قهوه كتير، كافيين كتير جدا بيدخل جسمي، المشروبات الغازيه برضو فيها نسبه كافيين عاليه جدا. فنحكم ازاي موضوع الكافيين الكتير ده كمان بالنسبه للرياضي؟ طبعا ان هو ممكن يدخل جسمه كافيين كتير جدا، وهو مثلا زي ما اتكلم عنده من 6 الصبح مثلا ل 9 بالليل فبيبقى تعبان، ممكن نسمح له بقد ايه كافيين في اليوم؟ بص، هو المفروض النسبه اللي احنا بنتكلم فيها المعتدله، بالنسبه للشاي مثلا الاحمر من 2 3 كوبايات في اليوم. القهوه فنجانين بس على فكره حلوه قوي، 3 كوبايات شاي في اليوم ده كتير. لا ده النسب المعتدله، يعني من 2 3 كوبايات ماكسيموم، ده الماكسيموم. القهوه لان الشاي هو بص كل مشروب فيه نسبه كافيين معينه. تمام. يعني الشاي الاخضر فيه حوالي 28 مللي جرام كافيين، الاحمر فيه حوالي 45، القهوه بتوصل حتى 80 مللي جرام كافيين في الكوبايه، في الكوبايه الواحده او في الفنجان الواحد. تخيل بقى انت مثلا خدتيك شوف بقى اضرب مثلا لو قهوه مثلا هضرب مثلا 80 مللي جرام كافيين في 5 6 كوبايات قهوه. ده انا لو صاحيه من 6 الصبح فادي فنجان قهوه، جيت على الساعه 12 حسيت بارهاق وعايزه اكمل فادي التاني، جيت على الساعه 3 نفس الكلام، فمش هخلص بالظبط. فده يعمل لك مشكله اصلا صحيه للجسم، اجهاد للجسم نفسه. بس ما تشربش الاثنين في نفس اليوم، يعني يعني الصبح اشرب شاي والساعه 3 اشرب قهوه، الساعه 6 مش عارفه. لا بس هو انت المفروض، ما انت هتحسبيها ازاي؟ انا مثلا جسمي محتاج بسي مثلا من 100 ل 100 ل 200 مللي جرام كافيين ماكسيمم في اليوم. ده كده انا كنت خدت ايه الماكسيمم دوز بتاعتي. تمام. انت بقى قسميهم بقى مثلا 2 شاي اخضر ادي 50 على 1 احمر اشكل لي. انا قلت لك الارقام وانت بقى اكتبيها في ورقه شكل. ايوه اقعد انا اشكل لي. عارف اوقات برضو المدربين ينصحوا كده الناس قبل التمرين، يقول لك ايه؟ وده بالمناسبه برضو بنرد على كلام بيبقى منتشر جدا برضو على السوشيال ميديا، ان يقول لك قبل التمرين خد موزه وفنجان قهوه عشان تعرف تأدي في التمرين كويس. هو الموز فيه بوتاسيوم كويس جدا، الموز برضو فيه نشويات بتقعد فتره شويه تمتص. بص، هي فكره اي حاجه قبل التمرين فيها نسبة كارب أو نشويات يعني بتقعد فترة طويلة عم تتحرق، فده بيديني باور إن أنا أقدر أكمل، وإن جوايا في باور، في حاجة لسه أوريدي بتشتغل، غير لما آخد حاجة تعمل بيك سريع وتنزل ساعتها. أوكي فهمت. عايزة تقول لي على مشروب أو حاجة الناس تشربها تديها طاقة، خاصة الناس طبعا اللي بتتمرن، الناس من الساعة 6 الصبح ممكن يبقى عندها رفاهية إن هي تعدي على أي محل عصير مثلا تجيب حاجه فيها فواكه. لا انا عايز اقول لك حاجه احسن بقى كمان. طبعا الفاكهه طبعا كلها حلوه جدا، كل الفاكهه طبعا زي الفل. لا في ناس برضو رياضيين كتير بيتعرضوا لمشكله واجهاد رهيب اثناء الماتشات، او قبل في بلاد بيسافروها درجه حراره عاليه جدا جدا جدا، وبيحصل لهم مشكله زي ان هو بيفقد كميه عرق غير طبيعيه، وده بيأثر على مجهوده في الماتش مثلا. احنا وصفه كده حلوه جدا دي، ممكن حتى يعملها كتجهيز قبل في يوم الماتش نفسه. هنجيب لتر ونص ميه عاديه خالص، واحط عليها ربع زي معلقه، عارفه معلقه الشاي؟ اوكي. حاجه اسمها ملح بحر.
اوكي يعني انا عارفاه اه واقلبه على لتر ونص ميه، ودي بشربها، دي بتعوضني نسبه العرق والفقد الاملاح اللي هتحصل في الفتره دي، هتخلي ضغطي ولا يوطى خالص ولا يحصل لي اجهاد، وهتفرق معايا جدا في الضغط جدا جدا يعني. طيب بمناسبه موضوع الضغط، عشان يعني برضو ايه، في ناس كتير جدا عندها بالذات الضغط بيوطى في الحر، ما هو دي بقى الوصفه سحر تنفع لكل عايز الناس. عايز اقول لك انا يعني دون ذكر حاجه، يعني في بقول لك عندي حالات بتقول لي كده، انا الوصفه دي انا بالنسبه لي كانت، انا كنت الدايت بالنسبه لي مميت، لما اجي اعمل دايت ضغطي يقع ما كملش دايت. فلما قلت لهم الوصفه دي جربوها قالت لي خلت يعني الدنيا مستبل جدا. تمام، الوصفه جميله جدا. طيب عايزه بقى اكلمك عن الصيام المتقطع وانتشاره الايام الاخيره، كل الناس عامله صيام متقطع. حلو قوي. هو صيام متقطع فيه ميزه حلوه قوي، ان هو بيصغر حجم المعده في خلال 15 يوم. يعني اي حد بيعاني من سمنه واي حد بيعاني من جوع، لو عايز خلال اسبوعين بالظبط يبدا يحس ان هو ما بقاش يجوع زي الاول، يعمل صيام متقطع، لان هو بيعودك على ان انت بتاكل في خلال 8 ساعات وبتصوم 16 ساعه. مع الوقت يبدا حجم المعده يتقلص، فابدا احس بشبع. يناسب مين من الرياضيين؟ بص هو نظام صحي اصلا، مش فكره رياضه او مش او عدم رياضه، عادي. ما انت كده كده لو انت ظبطتي 8 ساعات اكل في الوقت اللي هتلعب فيه هتحتاج فيه الاكل وباقي ما فيش مجهود بتوقف اكل، خلاص هي 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 يعني ينفع كل الناس. انا مثلا يعني يومي مثلا بيبدا الصبح مثلا من 10 مثلا سي لحد الساعه 6 مثلا، فباكل في الثمن في الوقت ده وبعد كده بصوم بقيه اليوم، وبعد كده بصوم حتى لو كنت رياضي وبتمرن وبعمل مجهود وكده. على حسب ساعات شغلك او حسب ساعات ايه تمرينتك. افضل وجبه كلها بعد الصيام 16 ساعه الصبح؟ الفطار بقى طبعا. الفطار بقى. افطر فطاري عادي جدا. البروتين طبعا، البيض مهم جدا جدا، ان هو فيه كميه بروتين حلوه جدا. ايه كمان من البروتينيات؟ التوست برضو، الحبه الكامله او توست البراون توست. نحاول نبعد بس بقدر الامكان عن الدقيق الابيض، بس اهم حاجه والله اللي هو اللي بيبقى طعمه احلى. شفنا محمد صلاح السنه دي كان بيلعب في وقت الصيام، يعني خلال شهر رمضان المبارك، وناس كتير كانت بتقول ان اصلا كده كده احسن فتره تتمرن فيها في حياتك على معده فاضيه. وانت خلي بالك انت على حسب ما انت النهارده، لو انا النهارده واكل نشويات معقده هي اصلا ما بتتحرقش في وقتها، هي بتقعد فتره طويله جدا في جسمي وبتعلي السكر ومستوى الجلوكوز في الدم واحده واحده، فبالتالي دي اوريدي انا عندي ستور كويس جدا اقدر اشتغل بيه من غير ما اهبط ولا ادوخ ولا اي حاجه. فعشان هم في الغالب بيعتمدوا اعتماد كلي على الحاجات اللي هي زي الشوفان، زي دي الحبه الكامله، زي البرغل، الحاجات اللي هي فيها نشويات معقده، نشويات اللي هي ما بتتحرقش في ساعتها، فبالتالي تقدر مداني باور على مدار اليوم كله. الرياضيين يحتاجوا كم لتر ميه في اليوم؟ وانا مثلا ممكن احتاج كم لتر ميه في اليوم؟ اقل حد ادنى 3 لتر في اليوم، من 4 لتر للرياضي. للرياضي والانسان الطبيعي 2 لتر ميه او 8 كوبايات في اليوم. يعني 8 كوبايات في اليوم للرياضي بقى تبقى كده كم كوبايه؟ ده احنا بنتكلم في كتير قوي، 16 كوبايه يا جماعه. مشروبات الغازيه كنا يعني ما كملناش كلامنا عليها. ان هي فعلا بيبقى فيها نسبه كافيين عاليه جدا، فيها نسبه سكر عاليه جدا. طيب هل اللايت منها او الدايت منها برضو بيبقى فيها نسبه سكر، ولا بيبقى فيها ماده فيها برضو سكر؟ هي اقل بس الماده اللي جواها اللي هي الماده اسمها اسبرتام، دي اوريدي مش هاش مشكله. هي مشكله الماده دي في الحياه السخنه ان هي بتتكسر تتحول لماده كارسينوجينيك، اما الماده الساقعه مفيش مشكله فيها. بس الفكره كلها ان هي برضو بتاثر الصودا بشكل سلبي على الجسم، بتاثر على العظام وعلى الكالسيوم، فطبعا دي بتدخلنا في قصه ثانيه خالص. الرياضي مش مسموح له طبعا بيها. تمام، الراجل بيقدر يشرب بيبسي ازاي؟ اوقات عادي، في ناس زي ما بقول لك فاهم، اوقات كده الواحد برضو بيبقى غصب عنه بيبقى نفسه يشرب حاجه. احنا خلاص اتفقنا بعد الماتش. ولا قبل بياخد اجازه برضو الراجل في قبل بدايه الموسم، يعني اكيد بيبقى نفسي. بالظبط، يدلع الدنيا. كنت بتكلم عن نظام غذائي وبروتين، جبنا سيره البيض في البروتين وان هو من الحاجات اللذيذه جدا. ايه كمان من البروتين ينفع الرياضي اكتر حاجه؟ يعني ايه اكتر بروتين؟ احنا عندنا سمك وعندنا فراخ وعندنا لحمه. التونه من احسن الحاجات اللي اي رياضي المفروض يستعملها. التونه ليه بقى؟ او السردين، بس مش السردين مش المملح، السردين العادي المعلب بس نوع من يغسله بالزيت ويغسله بالليمون عشان ما يصفي منه الدهون بتاعته. الملح غلط صح؟ بالظبط، والمواد الحافظه والحاجات الزيوت العاليه ديت. التونه او السردين او الاسماك السلمون والحاجات دي كلها فيها ميزه حلوه قوي، فيها نوع انواع التشينز بتاع البروتين بتاعتها بتروح دايركت على العضلات.
فاهم قصدي؟ تمام. فبيحصلش يعني في انت ممكن تاكل حاجات كتير فهضمها احنا ممكن نفقد جزء كبير منها، فانت اكلتي منها كميه بس النت بروفيت بتاعتها في الاخر حاجه صغيره جدا. السمك او التونه او السردين من احسن الاكلات اللي هي بتروح دايركت للعضله على طول. يعني كده السوشي ما بيتخنش؟ لا ملوش علاقه. بس السمك هو افضل بروتين ممكن الرياضي يعتمد عليه، او عموما الناس اللي بتلعب رياضه؟ ومش لا مش شرط قوي. مش شرط بعد، لا بعد 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 ملعب بعد ما تكلمناش احنا على الموضوع بعد. بعد ملعب رياضه بس مش كمباراه مثلا. لا بعد يعني بعد الجيم وكده. اول حاجه التونه بياخدها، لازم ياخد تونه او بيض عشان ياخد نسبه بروتين، ياخد جزء كربوهيدرات زي البطاطا الحلوه. البطاطا من الحاجات اللي حلوه جدا برضو بالنسبه للكربو، يعني تاخدها عشان خاطر تعلي مستوى الجلايكوجين في العضله. فطبعا بس برضو انا برجع اقول لك الكلام ده عشان الناس هتسمعني تقول لك ايه ده دكتور محمود سمح بالحاجات دي عشان عايز اخس. لا يا جماعه في فرق رهيب بين كلمه تخسيس وكلمه رياضه، كلمه بناء جسم. واحد جسمه حلو اصلا عايز يزود كتله عضليه، عايز يعمل فورمه، بين واحد عايز يخس. لان الناس متخيله اللي مثلا كان عندك حاجه مشهوره جدا، الناس مثلا الشوفان من الحاجات اللي احنا بنعتمد عليها في الرياضه، حلو كده. لقيت مصر كلها بتفطر وتتغدى وتتعشى وسناكس شوفان. بقعد اقول لهم بحس ان هو اصلا سعراته عاليه جدا جدا جدا. ايوه مش عايش عادي خالص صح؟ لا انا بياكل شوفان عمال على بطال. بشرب شوفان، بضرب شوفان وانا قاعد في السناكس، اضرب شوفان بالظبط بالعشاء، اقوم ضرب شوفان. طب ما يعرفوش ان هو سعراته عاليه. متخيلين بقى شوفان ده ايه؟ ميه مثلا. انا عايزه يعني اشكر حضرتك جدا جدا على وجودك معايا، بجد استفدنا جدا من وجودك معايا. ولكن احنا لسه ما خلصناش يعني، بس عايزه اخر سؤال، توجه نصيحتك للناس اللي بيعانوا من سمنه مفرطه. اول حاجه ان هو يبقى واثق في نفسه ان هو هيقدر يغير حياته. سهل قوي الموضوع، هي قله ثقه بس، ان هو مش متخيل انه ممكن في يوم ايه يبقى رفيع. لا خلي عندك عزيمه، حط قدامك هدف. لو حطيت هدف قدامك ان شاء الله ربنا هيساعدك فيه. طبعا ما تكسلش عن الرياضه، ما تكسلش عن شرب الميه، نظم حياتك. كل حاجه بنظام بتنجح، اي حاجه لها نظام وسيستم بينجح. لو انت خرجت بره السياق وبره السيستم عمرك ما تنجح. عندك حق. تمام، هاخد معاك دلوقتي اجابات الناس على موضوع حلقتنا النهارده على مواقع التواصل الاجتماعي. ما رايك في اداء فيريرا لمباريات الزمالك بالفتره الاخيره؟ سهيل محمد، مساء الخير عليك. انا بشكرك جدا، اداره فيريرا لمباريات الزمالك بالفتره الاخيره قدم مباريات اكتر من رائعه، عمل مجهود عظيم مع اللعيبه، رجع ثقه اللعيبه في نفسها من جديد، عرف يتعامل مع الغيابات بشكل افضل، صعد لعيبه ناشئين يعتمد عليهم، وكل الدعم والتوفيق لمستر فيريرا، واتمنى الاستمرار على هذا الاداء. دكتور عفيفي بجد كنت منورني النهارده. ربنا يخليك. تسلمي لي. بشكرك جدا. بشكرك جدا. مشاهدينا كده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا، ولكن انتظرونا بعد نص ساعه هتقابلوا مينا ماهر في برنامجه رسالتك وصلت. مينا من الناس الشاطرين جدا والمجتهدين جدا، تابعوا برنامجه هيبقى من افضل البرامج هنا في قناه الزمالك، وتابعوا مينا. بشكركم جدا على المتابعه، وان شاء الله اشوفكم على خير بكره في حلقه جديده من برنامج اخبارنا.